الإنسان الذاكر لله عز وجل إذا جاءته النعمة زادته قربا إلى الله، زادته شكرا لله، لأنه يعلم أن الباري هو الذي تفضل عليه، ممكن ترحل هذه النعم بعد قليل. نعم. وإذا جاءته العافية يزداد أيضا تقربا إلى الله، وإذا جاءته القوة يزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا جوابي عن السؤال الآتي: كيف السبيل إلى أن لا تحجزنا النعم عن معرفة فقرنا؟ السبيل إلى ذلك أن تذكر ربك. الغافل طبعا يغرق في بحار النعم وينتهي يختنق، لكن اذكر ربك سبحانه وتعالى واذكر عبوديتك له، الأخطار كلها تزول. صعب أن نذكر الله؟ لا والله. وانظروا إلى مصداق ما أقوله لكم، سيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا عمر مثال لكل أصحاب رسول الله رضوان الله عليه، أغدق الله عليه النعم الكثيرة الكثيرة، سيقت إليه كنوز الحضارة الفارسية كلها، أليس كذلك؟ هل أسكرته كما أسكرت الكنوز قارون؟ أبدا. زادته خوفا من الله وزادته شعورا بالافتقار إلى الله عندما سيقت إليه كنوز كسرى بعد انتهاء حرب القادسية. بكى سيدنا عمر وقال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وأنت تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه هذا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا كله فتنة لي في ديني، يا رب لا تجعل هذا فتنة لي في ديني. لم تأخذ كثيرا.